أصدرت البلدية مؤخرا قرار بزيادة سعر الأمبير في مدينة الرقة لكل 10 ساعات عمل وخلال أسبوع 1000 ليرة سورية لكل أمبير. كان هذا القرار مبني بكل صراحة على دراسة مبنية على معطيات جديدة. سعر الوقود 75 ليرة، سعر صرف الدولار 1000 ويفوق 1000، وبالتالي لابد من إنصاف أصحاب الاستثمارات بهذا المجال. وكوننا أيضا كنا مقبلين على حملة إضرابات لأصحاب الأمبيرات، كون السعر السابق كان صادر عندما كان سعر الصرف يتراوح من 550 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية، وكان سعر الوقود بما يقارب 60 إلى 62 ليرة لكل لتر. وبالتالي هنالك معطيات جديدة ولا بد من سعر جديد ينصف أصحاب الأمبيرات. نحن نعلم بمدى معاناة الأهالي، مدى الحاجة لدى أهالينا والضعف الاقتصادي لدى أهالينا، ولكن لابد من استمرارية المدينة منارة، لابد من عدم عودتها كمدينة أشباح، كون المدينة تخدم وبشكل كامل عن طريق المولدات الكهربائية. وبالتالي كانت البلدية ملزمة وملزمة بأن تصدر هذا القرار، وهذا القرار مبني على دراسة، مبني على مصادقة المكتب التنفيذي بعد اطلاعه على الدراسة، وعليه تم إصدار هذا السعر. لكن ما زال هنالك مجال في الأحياء الفقيرة، يستطيع جميع أصحاب أهالينا في هذه الأحياء أن يتقدموا بطلب إلى مجالس الشعب بتخفيض عدد ساعات التشغيل بدل 10 ساعات عمل إلى 8 ساعات عمل، وبالتالي أيضا يصبح ويبقى سعر الأمبير 800 ليرة سورية. جينا على البلدية نشتكي لأنه رفعوا سعر الأمبيرات من 800 ليرة إلى 1000 ليرة، وهذا صعب على المواطن. الامبيرات رفعوها ما بحد يحاسبه. ليش ارفع سعر الامبيرات؟ المحروقات وطنيه، المحروقات من البلد، ليش ما اخفض المحروقات لادنى مستوى وما اخسر المواطن؟ لانه المواطن ما جاي شيء، المواطن هو الخسران، المواطن هو المضطهد، المواطن هو جاي نستنى المعونات تجينا نقدر ناكل اشياء مثل الخلق.